وفي سياق متصل، نفذت الإدارة العامة للمرور بالتعاون مع مديريات الأمنية بالمحافظات الأربعة والجهات المعنية الأخرى ذات العلاقة خطة أمنية شاملة لتأمين السلامة العامة للمواطنين وتنظيم الحركة المرورية لإتمام عملية الانتخابات النيابية والبلدية. وللحديث أكثر ينضم معنا عبر الهاتف العقيد عادل الدوسري، مدير إدارة العمليات والمراقبة المرورية بالإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية. بعد التحية، بالتأكيد سعادة العقيد، هناك خطة مرورية وضعتها الإدارة العامة للمرور لتسهيل وصول المواطنين للمراكز الانتخابية، حدثنا أكثر عن هذه الخطة. مساء الخير عليك وعلى مشاهدينك الكرام. من خلال توجيهات سيدي معالي الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبد الله وزير الداخلية ومتابعة حريصة من قبل سيدي سعادة المدير العام العميد الشيخ عبد الرحمن بن عبد الوهاب آل خليفة، تم تكثيف التواجد المروري في جميع شوارع مملكة البحرين من ضباط وضباط صف ودراجات متحركة على جميع شوارع المملكة ورجال المرور الثابتين أمام مراكز الاقتراع بالدوائر الانتخابية في مملكة البحرين. نعم، شهدت شوارع المملكة اليوم حركة مرورية في كافة الشوارع المؤدية إلى مراكز الاقتراع الرئيسية، ورغم الإقبال المكثف من الناخبين إلا أنها اتسمت بالسلاسة والانسيابية. كيف تصف رجال المرور أو جهود رجال المرور في تأمين هذه الحركة الانسيابية؟ نعم، تشهد مملكة البحرين حركة مرورية على جميع شوارع مملكة البحرين، ولكن من خلال متابعة ومراقبة رجال المرور وغرفة العمليات بالإدارة العامة للمرور لم نسجل اختناقات مرورية، ولله الحمد هناك انسيابية لحركة المرور على جميع الشوارع، ما يدل على التزام المواطنين بالأنظمة والقواعد المرورية وتعاونهم مع رجال المرور لنجاح العرس الديمقراطي بمملكة البحرين. نعم، العقيد عادل الدوسري، مدير إدارة العمليات والمراقبة المرورية بالإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، شكرا جزيلا لك.